ومن بعد ما شرحنا المالتيبل تشويس اللي هو الاختيارات والصح وغلط والتوصيل، راح نشرح الحين فري تكست اللي هو إضافة نص. راح نحط مثلا سؤال، ما هي الصلوات المفروضة؟ نحط مثلا الخيار الأول الفجر، العصر، الظهر، المغرب، والعشاء. ومثلا نحط 1 أو 2، يعني اختيارات أخرى تكون، مثلا نحط هني صلوات أخرى، سنن أو غيرها، إنه يتخربط شوي بالأجوبة، تكون أجوبة متقاربة. وبنفس الطريقة يكون عندي فيدباك، ويكون أيضا عندي إضافة إجابات زيادة، وأيضا تحديد الفئات مثل ما ذكرنا شنو فائدة الفئات. راح يظهر لي الفئات اللي أنا مسجلتهم عندي، وراح يطلع عندي درجة هذا السؤال. مثلا لو نزيد الدرجة نحطها 6، ونقدر نشوف السؤال قبل ما نحفظه، راح يطلع بهذا الشكل. نضغط على سيف، سيف معانا السؤال. ننتقل للطريقة الأخرى جرامر، وهي التصحيح. يكون السؤال في شيء غلط ويطلع لي هني التصحيح، مثلا أحط الصلوات المفروضة 7، وأحط الإجابة الصحيحة الصلوات المفروضة 5. وأيضا نفس الطريقة إني أحط فيدباك، أي تعليق يحب يضيفه الطالب. وكذلك في تعيين للفئة، مثلا لو نحط أيضا فئة الفقه ونغير من الدرجات، ونقدر أيضا نشوفه قبل لا ينحفظ. هذا هو السؤال، وهني راح يجاوب الطالب، وهذه هي الإجابة أصلا الصحيحة. أضغط على سيف، ومن ثم انتقل إلى آخر طريقة عندنا بالأسئلة، وهي طريقة المقالي. إني أحط سؤال والطالب يكون له حرية الإجابة، مثلا عدد الصلوات المفروضة. وبنفس الطريقة يكون عندي فيدباك وعندي الفئة أيضا أقدر أشوفها. ومثل ما قلنا أن الأسئلة المقالية ما يكون حتى فيها إجابة تصحيح، وما تصحح تلقائيا من الكمبيوتر نفسه، من الجهاز تلقائيا. المدرس نفسه أو الناشئ هذا الاختبار هو اللي صلحه شخصيا، ما يتصلح تلقائيا. نضغط على سيف، تسيب معانا السؤال، وجربنا جميع أنواع الاختبارات. ومن بعد ما تعرفنا على الأنواع لأسئلة الاختبار، نضغط على الاختبار، راح يظهر لنا بهذا الشكل. نضغط من الأول، نختار الاختبار، ومن ثم راح تظهر لي أيقونتين عندي ما تطرقنا لهم، اللي هم add question و action. add question يكون فيها add a new question وغيرها 3 أمور. الأولى وهي تعني إضافة أسئلة جديدة، والثانية وهي تعني الأخذ من أسئلة البنك، أو أني أضيف أسئلة عشوائية. أما الأيقونة وهذه حقت الأسئلة العشوائية، أما الأيقونة الأخرى وهي أكشن، وهي تعني الإجراءات أو تعيين ترتيب الأسئلة أو تعديل إعدادات السؤال أو تعديل أو عرض فئات المستخدم أو أسئلة صادرة عندي. هذه الأيقونات. أيضا عندنا تعديل للأسئلة اللي كتبناها، أقدر تعديل الإجابة اللي عندي،
وأقدر أعدل السؤال نفسه، وأيضا أقدر أستعمل هذا السؤال في بنك الأسئلة. مثل ما ذكرنا أن أسئلة البنك يمكن أستخدمها من غير إعادتها، فتكون محفوظة عندي. الحين لو ضغطت على used in راح يظهر لي الاختبار الثاني، وبهذه الطريقة. ومن ثم ننتقل إلى groups، ومثل ما هو واضح عندي أن ما عندي ولا group، فأضغط على new groups، أسمي الجروب مثلا المجموعة الثانية، أضغط على create group، إنشاء الجروب، والحين أنا عندي جروب، لكن هذا الجروب ما في أعضاء مثل ما هو مبين عندي. الممبرز اللي هم الأعضاء صفر، فأضيف أعضاء من خلال طريقتين. هنا عندنا add member من خلال هذول الطريقتين. عندي add members وهي الأصعب، بإني أدخل جميع بيانات الطلاب، مثل ما هو مبين عندي، إني أحط اسمه وإيميله وجميع الأمور نفس ما هو مبين هني. بهذه الطريقة أدخل يعني طالب طالب، أحط له نفس البيانات، أدخل اسمه وأدخل إيميله، first name واللاست نيم والإيميل، وأحط له باسورد، وكل واحد بنفس الطريقة. وهذه هي الطريقة الأصعب. أما أنا أفضل الطريقة الثانية، اللي هي هذه، اللي هي تكون من خلال أكواد، وهي الطريقة الأسهل، ومبين لي أن البرنامج يسمح لي بكثير من الأكواد. أنا أقوم هني باختيار عدد الأكواد اللي أنا بيها، مثلا أختار 10 أكواد، أضغط على Add Member Code، أضغط على برنت ممبر عشان يظهر لي الأكواد. وهذه الأكواد اللي يدخل فيها كل طالب، وكل طالب يكون له كود مختلف عن الآخر. أنا اخترت 10 أكواد، فهذول هم 10 أكواد اللي عندي، وما يقدر يدخل الطالب إلا فيهم. ومثل ما قلنا هذه الطريقة أيضا تقلل من طرق الغش. وبعد ما خلصنا من هذه الصفحة، صفحة الأكواد، نرجع لصفحة كلاس ميكر ونشوف بقية الأيقونات اللي عندي. هذه الأيقونة الثانية وهي تعني إبلاغ العضو بتغيير بالباسورد مثلا، وهذا الخيار يعني إنه يعين لك كلمة سر واحدة مشتركة لكل المجموعة. وهنا نقدر ندخل كلمة السر الجديدة. أما الأيقونة الأخرى وهي Member Setting، إعدادات الأعضاء، وهي تحدد لي اللغة مثل ما هو واضح معانا. في عندنا لغات كثيرة بالبرنامج، التركية والإسبانية والإنجليزية وغيرها الكثير. بالضغط على Update راح يتغير معانا. والأخرى هي تفاصيل أعضاء الجروب. وآخر أيقونة وهي Delete Options، إذا كنت أبي أحذف أي شيء منهم بالضغط عليها وسيحذف معنا. والحين خلصنا من الجروبز أو المجموعات، وننتقل الحين مرة ثانية إلى التست، نرجع لها عشان نرسل الاختبار حق الطلاب. أنا الحين خلاص خلصنا من الاختبار وحددنا الجروبات وحددنا طريقة دخول الطلاب، باقي لنا إرسال الاختبار وتعديل إعدادات الاختبار. نضغط على تست
اللي هو الاختبار، ونروح للاختبار اللي سويناه، نضغط على تعيين، راح يظهر لنا اختيارين، إما لي groups أو لي link. واللينك إحنا متفقين إن للاشتراكات هم بفلوس، أما الجروبز اللي هو مشتركين اللي بفري اللي هو ببلاش. وراح يظهر لنا هذا send to group، راح نضغط على send to group، راح نحدد المجموعة، هذه هي الإعدادات اللي عندنا، نحدد التاريخ والوقت ومتى يبدأ الامتحان ومتى ينتهي، مثلاً نحط الساعة 5 بالضبط PM، نحط التاريخ، تاريخ اليوم 21 وينتهي تاريخ 22 أو 21 بعد الساعة 12 AM. أوافق على جميع الشروط اللي هي show test results when of alive and can resume when I'm unavailable. فالأولى عندي اللي هي تعني عرض الاختبار والنتائج، والثانية عدم عرض النتائج، فنختار أنها تعرض النتائج ونشوف كم محاولة يقدر الطالب يحاول، نحط مرة واحدة أو عدد مرات غير منتهي، يعني يقدر يعيد كثر ما هو يبي، ونقدر نحدد رقم نخليها unlimit. وعندنا هذا الخيار أيضا test introduction اللي هو يعني مقدمة الاختبار، وهناك خيارات أني أعرض الإرشادات قبل البدء بالاختبار أو أني ما أخليها تظهر لي بالشاشة. وبعدين عندنا taking tests time limit، الوقت حق الاختبار كم يكون، أحدد الوقت مثلا يكون 120 دقيقة، و resume later أنه يعني يقدر الطالب يحل ويوقف مثلا اليوم ويحل ويكمل باكر أو يكمل بعد ساعة، هذا هو الخيار إذا أبي أفعله أو ما أفعل عندي بإعدادات الاختبار. ومن ثم عندي test question، وهني الخيارات للأسئلة بأنها تظهر معانا هي والدرجات والفئة إذا كنت أبيهم يظهرون، أحط على علامة صح. و إذا كنت أبي الأسئلة تكون عشوائية أو مرتبة أخليها مرتبة. ومن ثم الإجابات اللي عندي اللي هي الأنسرز، وعندي صفحة النتائج، وإذا أبي يبين فيها الدرجات والفئات أو ما بيها تبين، أو إذا أبي يبين الفيدباك وإذا تظهر لي الإجابة الصحيحة أو ما تظهر، وإذا يبين عندي نسبة النجاح الباس مارك، إذا أبيها تبين أحط نسبة وأخليها تبين معاي، وعندي الشهايد الموثوقة اللي ذكرناها من البداية والإيميل، وإذا كنت أبي خاصية الطباعة وخاصية النسخ واللصق إذا أبي أفعلهم ولا لا، أضغط على Assign. وبكذي يكون وصل الاختبار للطلاب بالخصائص اللي أنا حطيتها بالإعدادات.